الله عليك يا سيارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في الحلقة الجديدة من السباق سباق السيارة. شوفوا معنا أي سيارة سوف نتسابق بها. إذن نبدأ. هي هي السيارة تنطلق. إذن لفتان شوفوا الأناقة شوفوا الدوران. ما هذا؟ لقد سرقتنا السيارة الأخرى. يجب أن نسرع قليلا. أي 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 السيارة أمامنا مباشرة. يجب أن نلحق بها. ها هي أمامنا. باقية لفة واحدة على نهاية المسار. إذا نسرع قليلا. اي 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 اذا قد تأخرنا كثيرا. اي 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 السرعة هنا. نذهب مباشرة هكذا. شاهدوا معنا هل سوف نستطيع الوصول الى خط النهاية. شوف الدريفتين هنا. ها هي السيارة امامنا مباشرة. هل سوف نستطيع اللحاق بها؟ أين هي السيارة؟ اقتربنا كثيرا من السيارة. أسرعي أيتها السيارة. شو 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 الله عليك يا سيارة. يا لك من سيارة زرقاء خطيرة. هذا ما لم نكن نتوقعه. وصلنا في المركز الثاني يا سادة. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا مشاهدة الحلقات القادمة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.